ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الكرام الحضور المشاركين في هذه الدورة التدريبية الأولى على جمع القراءات، وبدأنا بقراءات المدني والمكي والبصري أهل سما، ونرحب بالإخوة الأفاضل المدربين المشايخ الفضلاء الذين فرغوا من أوقاتهم لإنجاح هذه الدورة والمشاركة في تدريب الإخوة المشاركين. ونقدم خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الملك خالد والقائمين عليها ومسؤولي مركز الملك خالد الإرشادي على دعمهم المتواصل لمناشط المقرأة التي يعني استفاد منها عبر العالم الآلاف ولله الحمد. ونسأل الله أن يديم يعني هذه المناشط وأن ينفع بها وأن يكتب لكل من شارك فيها الأجر، ولو بمساعدة يسيرة أو بدعم أو بكلمة طيبة أو بمشورة، نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. قبل أن نبدأ في الدورة هناك يعني مقدمة يسيرة نبدأ بها ثم نشرع إن شاء الله في الجمع أو التدريب على الجمع. هذه المقدمة أكثرها مأخوذ من باب إفراد القراءات وجمعها من النشر. قال رحمة الله عليه الإمام محمد بن الجزري: لم يتعرض أحد من أئمة القراءة المتقدمين في تواليفهم لهذا الباب. المتقدمون يقصد بهم يعني ما قبل عصر الداني وابن شيطة والأهوازي وابن سفيان والمهدوي وغيرهم من أئمة القرن الخامس. لم يتعرض هؤلاء في تواليفهم لهذا الباب، والسبب الموجب لعدم تعرض المتقدمين إليه هو عظم هممهم وكثرة حرصهم ومبالغتهم في الإكثار من هذا العلم واستيعاب رواياته، وقد كانوا في الحرص والطلب بحيث إنهم كانوا يقرؤون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات لا ينتقلون إلى غيرها، والقصص في ذلك يطول استقصاؤها. وإحنا نعرف طبعا أن خالون رحمة الله عليه قرأ على نافع كم؟ 20 سنة، 20 سنة ولم يروي غير الرواية المشهورة عنه، فجلس 20 سنة يقرأ عليه. وقد قرأ ابن فليح على البزي 27 ختمة، وقرأ يعني غيره 300 ختمة على بنفس الرواية وبنفس القراءة. فهؤلاء الأئمة كانوا من الحرص على الضبط والإتقان بحيث إنهم لا ينتقلون إلا بعد التحقق. ومن ذلك قراءة الأستاذ أبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني القراءات السبع على شيخه أبي بكر القصري 90 ختمة، كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة 10 سنين حسب ما أشار إليه بقوله في قصيدته اللي هي مشهورة الحصرية، القصيدة الحصرية في القراءات، وهي من المصادر
التي ذكرها ابن الجزري في النشر، ولكن لم يأخذ منها طرقا، لكنه أشار إليها أنها من مراجعه ومصادره. قال الحصري: قال: وأذكر أشياخ الذين قرأتها عليهم، فأبدأ بالإمام أبي بكر، قرأت عليه 97 ختمة، 90 ختمة، طبعا إفرادات الأول، ها في الأول إفرادات، قرأت عليه 97 ختمة، بدأت ابن عشر ثم أكملت في عشر، بدأت ابن عشر ثم أكملت في عشر، 10 سنوات وهو يعرض على شيخه القراءات العشر. الآن بعضهم يريدها في دورة صيفية، يريد القراءات في دورة صيفية، يعني حتى لو كان يسلق بيضا ما كفى. وأبو حفص الكتاني من أصحاب ابن مجاهد وممن لازمه كثيرا، قرأ عليه سنين لا يتجاوز قراءة عاصم. البدايات الأولى للجمع كانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات، كل ختمة برواية، لا يجمعون رواية إلى غيرها. يعني كان يقرأ مثلا لحفص، يقرأ عدة ختمات على الشيخ، ثم يقرأ لشعبة، ثم يجمع لعاصم، وهكذا بقية القراءات. وكانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات، كل ختمة برواية، لا يجمعون رواية إلى غيرها. وهذا الذي كان عليه الصدر الأول ومن بعدهم إلى أثناء 105، عصر الداني وابن شيطة والأهوازي والهذلي ومكي بن أبي طالب وابن سفيان وغيرهم والمهداوي وغيرهم من أئمة القراءة الكبار، لأن أكثرهم يعني كان في القرن الخامس، أكثر أئمة القراءة المشهورين بالتصنيف والتحقيق والتحرير كانوا في هذا القرن والقرن الذي يليه، وقلة بعدهم أتوا في القرن السابع طبعا. والإمام الكبير جاء في القرن الثامن اللي هو ابن الجزري رحمة الله عليه. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة، ولكن لم يكن على هذه الطريقة التي يعني نشاهدها الآن، واستمر ذلك إلى زماننا. سيأتي الطريقة التي كانوا يتبعونها في الجمع، وكان بعض الأئمة يكره ذلك، ومنهم الصفاقسي في غيث النفع، يعني في البداية قال يعني إن هذا لم تكن عليه طريقة السلف، وأنه يعني الخير في اتباع ما سلف إلى آخره، من حيث إنه كره ذلك من حيث إنه لم تكن عادة السلف عليه، ولكن الذي استقر عليه العمل يعني عند الأئمة أئمة القراء هو الأخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول. حتى الصفاقسي صاحب غيث النفع بعد أن ذكر رأيه في المسألة ذكر يعني اعتماد الأئمة لهذا الأمر وتقريرهم عليه، وذكر طرق الجمع أو طرائق الجمع. أما السبب الداعي إلى الجمع، وإنما دعاهم إلى ذلك فتور الهمم وقصد الترقي والانفراد، ولم يكن أحد، انظر إلى طريقتهم في البداية أول لما سمحوا بالجمع، ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات، أول شيء يفرد وأتقن معرفة الطرق والروايات، وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة، ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من السبعة أو العشرة في ختمة واحدة إلا فيما أحسبوا إلا في هذه الأعصار المتأخرة. يعني حتى قراءة قارئ كامل يعني نافع كاملا، مثلا عاصم كاملا، الكسائي كاملا، قال لم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة
إلا في هذه الأعصار المتأخرة، يعني في القرن الخامس وما بعده. وكان الذين يتساهلون في الأخذ بالجمع، هذول المتساهلين، خذوا بالكم، وكان الذين يتساهلون في الأخذ بالجمع يسمحون أن يقرأوا لكل قارئ من السبعة بختمة. هذول المتساهلين، المتساهلون كانوا يسمحون بقراءة مثلا عاصم كاملا مع بعض الراويين، أو بقراءة مثلا الكسائي، أو بقراءة ابن كثير، أو بقراءة أبي عمرو، سوى نافع وحمزة. سوى نافع وحمزة، نافع وحمزة تعرفون يعني الخلافات بين قالون وورش وبين خلف وخلاد كبيرة، فكانوا لا يسمحون بالجمع، بجمع قراءة واحدة مع بعض الراويين مع بعض، إلا يسمحون لكل السبعة، هؤلاء المتساهلون يسمحون بجمع القراءة الواحدة للراويين في الختمة الواحدة إلا لنافع وحمزة. نافع وحمزة كانوا يأخذون ختمة لقالون، ثم ختمة لورش، ثم ختمة لخلف، ثم ختمة لخلاد، ولا يسمح لأحد بالجمع إلا بعد ذلك، ولا يسمح لأحد بالجمع إلا بعد ذلك. طيب، إذن هذه طريقة الأئمة السابقين، ولو تشبث بها أحد من المتأخرين لا يتهم بالتشدد، ولا أنه يعني أتى بما لم تأتي به الأوائل، لا، هذا الذي كان عند الأوائل، هذا الذي كان عند الأوائل، وإنما هو لفتور الهمم وكثرة انشغال الناس وإعراضهم عن العلوم الشرعية عموما، وعدم صبرهم على يعني الأخذ بالطريقة المتقدمين في الإفراد وتكرار الختمة الواحدة في الرواية الواحدة وتكرار القراءة الواحدة عدة مرات، حتى إن بعضهم يعني واحد من الناس مرة جاني يقول أريد أن أقرأ، قلت له أسمعنا قراءتك، فوجدت أنه يعني في التجويد يحتاج إلى يعني شغل كتير، فقلت له تقرأ حفص إن شاء الله، قال حفص أنا قرأتها. قلت له طيب وإيش يعني قرأت حفص يعني؟ قلت له إحنا قرأنا حفص يمكن خمس مرات لوحده، حفص سواء حفص وحده أو مع شعبة ما في إشكال، تستفيد يعني من كثرة العرض على المشايخ، وكما قالوا من قواعد الرسوخ كثرة العرض على الشيوخ، فما المانع أن تعيد؟ فهذا يعني استكثر أن يقرأ ختمة يعني مرتين، يعني اعتبر كأن هذا من إضاعة الوقت أو أنه من عدم يعني ترتيب. فطبعا هذا من فتور الهمم ويعني قلة الحرص، وكان الأوائل أحرص على الإتقان وعلى الضبط. ولو عرفنا يعني مثلا سفرات ابن الجزري رحمة الله عليه كم مرة سافر، وأصلا قرأ القراءات العشر بمضمن كتب كثيرة في الشام، يعني هو أصلا قبل أن يرتحل إلى مصر أربع رحلات، وارتحل إلى غير مصر رحلات كثيرة معلما ومتعلما، قبل أن يرتحل من الشام من دمشق كان قد قرأ القراءات العشر غير مرة بمضمن كتب وليس بمضمن كتاب واحد، ومع ذلك انتقل إلى مصر وقرأ عدة مرات على غير مشايخ. طبعا شيوخ يعني الكبار في مصر أربعة اللي هم في القراءات وفي غيرها من العلوم كثر. طيب، إذا تقرر ذلك أن الأئمة يعني اعتمدوا الجمع على أي حال، فلا بد من تأهيل الطالب للجمع. من ذلك من يعني برنامج تأهيل الطالب للجمع حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف القراء. طبعا زمان كانوا يحفظون مستنير، يحفظون مثلا التيسير، يحفظون مثلا الغاية الكفاية الكبرى، يحفظون كتب هذه
يحفظون هذا الإعلان للصفراوي، العنوان، يحفظون هذه الكتب. الحمد لله احنا الآن يعني العملية صارت محصورة في 3 متون فقط يعني، وشعر ونظم، والنظم معروف أنه أسهل بكثير في حفظه من المنثور. فلا بد أن يحفظ كتابا كاملا يستحضر به اختلاف القراء. وليس هذا كلامي ولا كلام أحد يعني في هذا القرن، هذا كلام ابن الجزري في المنجد وفي النشر. لا بد من حفظ كتاب يستحضر به اختلاف القراء، وإلا دخله الوهم في كثير من المسائل إذا لم يكن عنده شيء يرجع إليه مرجع في رأسه وفي قلبه، يعني مستحضره عن ظهر قلب، يختلط عليه القراءات كلها. إذن لابد من حفظ كتاب، يعني لو طبقنا نقول مثلا من أراد السبعة فلا بد من حفظ الشاطبية، ليست نافلة وليست مستحبة، وإنما هي من أراد هذا العلم عن تحقيق وإتقان فهي واجبة، لا بد من حفظها وفهمها. وإذا كان من أصحاب القراءات العشر الصغرى يضم إليها الدرة، وإذا كان من أصحاب العشر الكبرى يضم إليها الطيبة النشر. ثانيا، ينبغي أن يعرف اصطلاح الكتاب الذي يحفظه. كل مؤلف له اصطلاح، مثلا الشاطبي ذكر اصطلاحه، ذكر مثلا رموز القراء وذكر اصطلاحه في مقدمة الكتاب، لا بد أن يعرف هذا الاصطلاح وطرق الكتاب أيضا. ولا بد من إفراد القراءات التي يقصد معرفتها قراءة قراءة على ما تقدم، على الأقل. طبعا هذا يعني على التساهل الكبير، يعني على الأقل لا بد أن يتدرب على هذه القراءات، يعني حتى الشيخ يتأكد أنه يحسن يقرأ مثلا لابن كثير بدون تعقيبات كثيرة عليه، يقرأ لورش حتى يتأكد، ما نقول جزء ولا حزب ولا، حتى يتأكد الشيخ أن هو هذه الرواية لم تعد عنده فيها إشكال في القراءة. قد بعض الناس قد يكون يعني ما شاء الله نبيه، وقد يكون حريصا ويتدرب مع نفسه ويسمع برامج ويسأل المشايخ، ممكن يقرأ جزء أو جزئين ويتقن الروايات حتى الصعبة منها، وفي بعضهم لا، يعني ما يمكن يعد البقرة وآل عمران وهو لسه عنده إشكال، بالذات في الروايات التي تحتاج إلى يعني شيء من التحرير أو فيها خلافات كثيرة للقراءة المشهورة في بلده. فإذا لابد، لا يهجم أحد على الجمع ها دون أن يكون أتقن هذه القراءات والروايات، حتى لو لم يقرأ بالقراءة أو الرواية كاملة، فعلى الأقل حتى يتحقق الشيخ من إتقانه للروايات المفردة والقراءات المفردة. وهذا نداء واستغاثة للمشايخ المقرئين، لا تبدأوا بإقراء الطلاب وهم لم يتقنوا الإفرادات، يفرد سواء إفراد كامل أو يقرأ الرواية أو القراءة، وتتأكد من أنه يعني ما عندك حتى أي خجل أنه يقرأ أمام أي أحد، يعني لو جبته أمام مقرئ متقن ما عندك مشكلة، خلاص هو ضابط ويقرأ بدون أي إشكال. فإذا تحققت من ذلك انتقل إلى رواية أخرى وقراءة أخرى، وهكذا حتى يتقن الروايات مفردة أو القراءات، ثم بعد ذلك يعرف بطريقة الجمع ويجمع. قبل هذا لا، قبل هذا لا، هذا يأتي بالعجائب. إذا بدأ في الجمع يأتي بالعجائب ويتعب الشيخ جدا، فهذا لابد، هذه الخطوة لابد منها. فإذا أحكم القراءات إفرادا وصار له التلفظ بالأوجه ملكة، لأن هذه طبعا يعني في أشياء مثلا زي وقفات حمزة على الهمز وهشام، ومثلا الإدغام من السوسي بالذات وجه مثلا الروم والإشمام والاختلاس، وهو الأشياء تعرفونها، ضبط مثلا الإمالة والفتح والتقليل والتسهيل والنقل، الأشياء هذه لابد يتقنها القارئ إتقان تام قبل أن يبدأ في الجمع، وإلا
سيكون يعني كل شيء عنده مختلط ببعضه. فإذا أحكم القراءات إفرادا وصار له التلفظ بالأوجه ملكة لا يحتاج معها إلى تكلف، مش هو يجمع وما هو عارف كيف يسهل ولا كيف ينقل ولا كيف يبدل ولا كيف مثلا يضبط التقليل ولا كيف يضبط الإمالة، كيف يجمع هذا. ثم وأراد أن يحكمها جمعا فليرد نفسه ولسانه فيما يريد أن يجمع، ولينظر ما في ذلك من الخلاف أصولا وفرشا، وهذا الذي سنأتي عليه في التدريب في بداية التدريب. فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه، وما لم يمكن فيه نظرا. هذه يعني آلية، هذه يعني نرجع إليها في، لأنه ستأتينا طرائق ومذاهب القراء في الجمع. طيب، إذا تقرر الجمع وعين هذه المقدمات، فهناك للمشايخ والأئمة في كيفية الأخذ بالجمع مذاهب. الأول الجمع بالحرف، وهو أن يشرع القارئ في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف. يعني مثلا والذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ممكن يعني إذا بيجمع بالحرف الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة، هذا بالنسبة لمن يقرأ إيش بالحرف، ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. هذا إذا كان يعني في بعض الأشياء مرتبطة بكلمتين مع بعض زي ميم الجمع، ومما رزقناهم ينفقون، ها يبقى لازم ومما رزقناهم لازم تيجي معه ما بعد يا. قالوا آمنا، إذن عندنا في المد المنفصل متعلق بكلمتين، إذن لازم يأتي بهاتين الكلمتين. فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف، واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور، وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف. وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل، يعني مد منفصل قالوا ويقول قالوا وبعدين آمنا، إذن تصل الاثنين حتى تبين هذا المد الايه المنفصل، أو السكت على ذي كلمتين وقف على الثانية منهما واستوعب الخلاف ثم انتقل ما بعدها إلى ذلك الحكم. هذه الطريقة يقول هي مذهب المصريين، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف، لأنه المقاطع قصيرة، فهذه يعني لا يفوت القارئ منها شيء، لا يفوت القارئ. عندما يقول مثلا يا أيها يا أيها يا أيها، وبعدين مثلا يجيب آخر وجه يا أيها الناس مثلا، فهذه يعني كلما قصر المقطع كلما يعني كان أدعى لألا يفوته شيء. وقال وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأخصر، ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة. وهذا أيضا ننبه إلى شيء آخر، ألا يكون هذا مطلقا للمبتدئين أبدا. واحد يقول نسهل عليهم، لا، لأن سهلت عليه وما يدري هو عطف مين وجاب مين وجمع مين وترك مين، خلاص هو عارف فيه يا أيها المنفصل في قصر وتوسط وإشباع، آمنوا فيها يعني قصر وتوسط وإشباع بدل، مثلا أبا فيها فتح وتقليل وإمالة، بس التركيب الأشياء هذه كلها مع بعضها لابد أن تتيقن منه. فهذه يعني يلجأ إلى الأخذ بالحرف متى؟ في حالتين، للي هم المتقنين، ومن لقي شيخا يصعب أن يلقاه مرة أخرى. يعني من لقي شيخا يعني ممكن ما يلقاه إلا أسبوع، والشيخ هذا ممن يحرص عليه لأسانيده أو لعلمه ويريد أن يتصل سنده به، وفي نفس الوقت هذا القارئ متقن ويعرف التفريق والتمييز بين أوجه القراءات وتحريراتها وهكذا، فهذا لا بأس أن يأخذ بالإيش بالحرف.
ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزلت كتاب ربك حافظا ومرطبا من كل سانة تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شذا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد.